السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه القراءة في العناوين الصحفية الجزائرية والمغاربية وقبل استعراض أهم العناوين نترحم على أرواح الذين سقطوا الذين توفوا أمس في حادث تحطم طائرة عسكرية شرقي الجزائر بأعالي جبل عين كرشة بمنطقة جبل فرطاس بأم البواقي وفيما يلي وكما كان معتادا كذلك فإنها هذه الحادثة احتلت صدر الصفحات الأولى في الجزائر والبداية بالجزائر نيوز التي عنونت صفحتها الأولى بالفاجعة عشرات القتلى في سقوط طائرة عسكرية بأم البواقي البلاد كذلك طلعتنا بنفس العنوان وهو 71 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بأم البواقي وأشارت كذلك إلى نجاة راكب واحد وستة مفقودين بينهم امرأتان النصر كذلك الصادرة بالعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة تقول مقتل 77 شخصا في تحطم طائرة عسكرية الفجر نفس العنوان تقريبا 77 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية من نوع هيركول بأم البواقي الشروق اليومي طالعتنا بعنوانين المأساة في جبال أم البواقي وبوتفليقة يدافع عن الجيش ويذبح سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم من جهتها تقول العثور على 52 جثة في أسوأ كارثة جوية بالجزائر بينما الوطن عنونت صفحتها أشارت إلى الحادث وعنونت صفحتها بالبنط العريض غام إي دي كيستيون يعني حادث درامي وأسئلة حول هذه هذا ما حدث كما قلت في اعالي جبال ام البواقي لو سوار نفس الشيء كراش سور لو مون فرطاس اي تحطم طائره بجبل فرطاس ليبرتي من جهتها كذلك تقول بان كراش دانافيون افيون 77 مور تحطم طائره 77 قتيلا الخبر وهو وهي اخر جريده معنا اليوم عنوان صفحتها الاولى بالرئيس بوتفليقه يتبرأ من سعداني وكخبر ثانوي 77 قتيلا في سقوط طائره عسكريه بام البواقي أهلا بكم ثانية ولمناقشة هذه المواضيع ما يحضر معنا الإعلامي الجزائري سليم صالح أهلا بك سليم ربما كلمة قبل أن نبدأ حول هذه الفاجعة التي ألمت بالأسرة العسكرية ربما الجزائر وكذلك الأسرة الجزائرية ككل هي فاجعة في بأتم معنى الكلمة يعني قبل أن نبدأ الواجب يعني الترحم على ضحايا سقوط هذه الطائره العسكريه بام لبواقي الحصيله كبيره ندعو لهم بالرحمه وندعو ايضا لاهاليهم بالصبر والسلوان هي اكبر حصيله واضخم حصيله في تاريخ الطيران العسكري الجزائري هذه هي الطائره هيركول سي 130 تعتبر يعني من احسن الطائرات في العالم الطائرات العسكريه فيها نوعين فيه نوع 130 سي وفيه هركيول 120 سنت... سي أه... هذه ثاني طائره تسقط في الجزائر مملوكه للقوات الجويه الجزائريه للقوات العسكريه يعني الجزائريه كانت واحدة سقطت في 2000 في 2003 في جنوب فرنسا كانت ايضا أركيول سي 130 2012 ربما آه أقصد أقصد نعم نعم هي 2009 نوفمبر 2012 نعم آه لا تاع نوفمبر كانت من نوع خاص هي كاساسي 295 لكن التي تحطمت في 30 جوان 2003 نعم كانت في البوليده آه هي هركيول سي 130 وكانت خلفت مقتل 17 شخص عموما كل الصحف الجزائريه كان لونها الاسود طابع يعني زي نيوز البلاد الخبر اليوم الفجر كل كل الصحف الوطن ليبرتي لسوار بدون استثناء هو جو حداد عناوين في معظمها اخباريه تعطي ارقام تعطي تفاصيل اوليه حول اسباب الحادث باتصال بخبراء ومصادر من وزارة الدفاع ربما الصحيفة الوحيدة الوطن الوطن, كنت الوطن. على الوطن. آه. يعني الوحيدة التي جاءت بالخبر ليس بعنوان خبري يعني ليس إعطاء رقم أو خبر يعني نعم. وإنما جاءت بأسئلة وهي تقول باللي أندرام إي دي في تفاصيل الموضوع هناك أولا وصف للحادثة للحالة الجوية وأيضا للطائرة وأيضا لتاريخ هذه الأحداث نعم تقول أنها دخلت حيث العمل في 1989. 1982 هل كانت هناك استخدام آه. مفرط ربما لهذه المهم، الطائرة آه، في، هل في، تم في، يعني في سيانتها في آخر، في آخر دولياً؟ من بين من بين يعني الأسئلة اللي سألتهم الوطن أنه أولا كانت عندها نتيجة أنه كل الأحداث او الحوادث التي حصلت في القطاع العسكري من سقوط طائرات منذ الاستقلال كان سببها انديفايونس تكنيك خلل فني والتحقيقات ماهيش واضحه يعني فيش شفافية في الشفافيه في الجزائر حتى واحد حتى المواطن يقدر يقدر يعرف لكن السؤال اللي طرحوه الكثير من الصحفيين انه جرى حديث كثير خلال العشرين 20 سنه الماضيه حول تحديث الطائرات العسكريه الجزائريه وانه وزاره الدفاع الوطني هي في ميزانيه الحكومه من اكبر الميزانيات وجزء منها ذهب الى تحديث الطائرات العسكريه الجزائريه وصيانتها وكان القيد صالح زار موسكو مؤخرا في اطار صفقه في هذا الاطار وكان هناك مشاورات جزائرية روسية خلال 20 سنة الماضية حول اقتناء طائرات جديدة وأيضا محركات والمان كذلك نبيس مع البيس كذلك الطائرات الطائرات طائرات خاصة الطائرات الروسية اللي شرّت الجزائر منذ منذ السبعينات م. والثمانينات اذا لما الوطن تقول باللي سيتان درام اي دي كيستيون انا هذا بالنسبه لي من احسن العناوين اللي ربما قريتها اليوم في الصحافه وزارة الدفاع راهي عملت لجنة التحقيق وأتمنى أنه نتائج التحقيق تكون بيبليك على الأقل أو على الأقل على مستوى البرلمان حتى يطلع الشعب أو ممثلي الشعب على نتائج هذا التحقيق وأعادة النظر حتى لا أطيل مم. في قضية جيستيون تاع أموال وزارة الدفاع نعم. فيه اسئله ايضا حول حول ذلك سؤال كذلك اخر كذلك ربما لانه في بعض تقارير تقول بين الاحوال الجويه الثلوج ربما الرياح كذلك هي التي تكون قد ادت الى المرجح المرجح اذا كان يعني نعم. حاله الطقس بهذا السوء فلماذا سمح لطائرة بالاقلاع من ورغلا لانها توقفت في ورغلا في مسارها الى قسنطين. شوف هذه من بين من بين المشاكل التقنيه اللي لازم فيها. يبحث فيها التحقيق هو جانب قضيه الاحوال الجويه، الكل يعرف بان المنطقه كان فيها ثلوج ورياح قويه. هل هي لينكومبيتونس يعني عدم الكفاءه، هل هو التراخي؟ هل هو كان خطا من ابراج المراقبه؟ كانوا بين بعض الصحفيين وهم يحكوا مع خبراء قالوا بينهم الوطن قالوا انه كان من المفروض انه تحول هذه الطائره الى مطارات مجاوره كانوا يسمون مطار بسكرا على سبيل المثال لانه نعم. لو اللي.. لو اللي.. 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 باركور تاع هذه الطائره وجدت مرة سقطت آه.. يعني هي متوجهه الى في أو... آه.. حطت بورقله نعم. ومن ورقله كان يجب ربما لست اخصائي نعم. لكن من ورقله لمنطقه ام البواقي ما هيش المسافه اما تغيير مسار او ربما مصار أو ربما كل كل الجزائريين يرجون تحقيق شفاف في هذه القضية إن شاء الله أريد أن ننتقل إلى رسالة هذه المرة رسالة التعزية التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع الى نائب وزير الدفاع قايد صالح وقائد الاركان كذلك يعزيه بالمناسبه وكذلك يتطرق فيها الى سعيداني طيب هذا 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 ربما من اخطر الانزلاقات وانا اريد ان اطيل قليلا في هذا الموضوع لانه هذا الموضوع كتب فيه الكثير اليوم وايضا كل الصحفيين والسياسيين اللي عندهم روابط في الفيسبوك عبروا لا. عن تذمرهم وعن استيائهم وعن خجلهم من هذه الرساله المحسوبه للرئيس بوتفليقه أنا أتحدث أولا عن الشكل بوتفليقة هو وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس البلاد كيف لرئيس بلاد في كارثة بهذا الشكل يوجه رسالة التعزية لنائبه غير غير مفهومة كان من المفروض شكلا أن رسالة توجه لعائلات الضحايا مباشرة وللشعب الجزائري هذا في الشكل لأنه المنصب هو منصب وزير دفاع قائد عام للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه يعني والقاضي الاول و يعني ما فيهاش ولا سبب يخلي هذه الرساله تروح لنائب وزير الدفاع. نعم. ما فيش ولا سبب هذه من حيث الشكل من حيث الشكل من حيث, من حيث المضمون خطير جدا لانه الانزلاق والانسداد السياسي اللي البلاد يعني يوصف بالخطير ولم نسمع لهذا الرئيس بأي أي تدخل يعني أو أي تصريح. كيف لهذا الرئيس يستغل فاجعه ويستغل ماساه حقيقيه تعيشها الجزائر لكي يصفي حسابات سياسيه؟ وبالتالي ذهب الكثير من الصحفيين الذين كتبوا اليوم في الصحف الجزائريه الى أن هذه الرساله لا يمكن ان تكون صادره من شخص الرئيس بوتفليقه. وعادوا حديث بالعيز عفوا رئيس البرلمان السابق نعم. الذي اشار منذ يومين الى انه هذا الرئيس هو رهينة لفريق مافيوي مالي سياسي والكل الآن تأكد لأن هذه زلقة كبيرة لا. كانت التعزية يجب أن تكون تعزية خالصة لضحايا من رئيس جمهورية يحترم هؤلاء ويحترم هذا يعني الذي اللي راه في فيه البلاد فيخرج برساله اما ان تتضمن الرساله تصفيه تصفيه حسابات وقراءات أن الرئيس يتبرأ عيداني ويدافع عن مؤسسه الجيش، هذا كله انا أقول لك سقوط حر لهذا الرئيس، وانا من الاعلاميين الذين يعتقدون اعتقادا قاطعا انه هذه الرساله لم تصدر من عند بوتفليقه، انا اعرف الرجل وكثير من الناس يعرفوه، عنده كثير من المواصفات اللي ربما ما يسقطش هذه السقطه، هذه كتبت عند مصالح رئاسة الجمهورية وعند هذا الناس اللي مسكين هذا الرئيس راهينة نعم في البعض كذلك قرأوا بأنه تبرئة الرئيس يتبرأ من السعداني وربما قد يزيحه او يزيحونه كذلك وكذلك يدافع ربما عن مؤسسه الجيش والممثله في توفيق. اريد ان اربط كذلك هذه الرساله ربما او الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقه رئيس الجمهوريه الجزائريه بفحوى الحديث الصحفي الذي ادى به الجنرال بن حديد للوطن والخبر والذي يقول فيه بان الرئيس يعني في حالة وعي مدة نصف ساعة إلى ساعة فقط خلال 24 ساعة، من هو الرئيس إذا في غياب؟ طيب الجنرال حسين بن حديد كان قائد الناحية العسكرية الثالثة في التسعينات وأيضا كان مستشار الرئيس زروال هو من القيادات الكبرى للجيش، ربما الناس يقولوا بلي هذا الجنرالات لم يتحدثوا في امور كثيره والان لكن انا بالنسبه لي حديثهم احسن من السكوت يعني يجب ولكن هو يقول في المقدمه انه طلب منه يعني زملائه في السلاح هم الذين طلبوا من توضيح بعض لأنه الامور لانه لأ لانه القضيه خطيره والوضع لعم. السياسي في البلاد وضع خطير جدا وبالتالي المطلوب من كل الناس الان انه انه يتحدثوا يتحملوا مسؤولياتهم وانا اعتقد انه تصريح ابن حديد جاء في هذا الاطار المهم في هذا التصريح هو الاشاره إلى الوضع الصحي للرئيس ثم لعلاقة الرئيس برئيس المخابرات التوفيق ثم بوصف رجل يعرف جناه توفيق معرفة جيدة وهو يؤكد بأن توفيق شخصية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن مجموعة سعيد بوتفليقة أو رئيس بوتفليقة يستطيع أن يزيحه أو يستطيع أن يدخل معه في صراع وهو استعمل مصطلحات إنه انه هذا رجل ذئب وحيلي وكذا هو يعرف يعني, يعني داهية, داهية النقطة الثانية هو انتقاده للقايد صالح الرجل يعرف القايد صالح منذ سنوات هذو ناس اصحاب لا اقول يعني الناس يعرفوا بعضهم وليدنا كما يقال في آه. في المؤسسة واحدة عستر. ومهم لانه الكلام على الجيد صالح من طرف جنرال بن حديد مهم جدا وانا سمعت لهذا الكلام من جنرالين سابقين خلال الشهرين الماضيين قالوا نفس الكلام على الجيد صالح حول سمعته داخل المؤسسه العسكريه وحول كونه كريديبل ولا لا داخل المؤسسه العسكريه لا اريد ان اذكر اسماء هذين الجنرالين لكن هما من كبار القيادات في المؤسسة العسكرية وذكروا لي شخصيا كلام من هذا القبيل وأنه القايد صالح رجل عليه الكثير من علامات الاستفهام فيما يخص قضايا الفساد وقضايا أخرى وايضا انه سمعته ماهيش سمعه ما سمعه جيده داخل المؤسسه العسكريه و والعهده على الراوي انا اروي فقط ما م. وصلني لو من نعود كذلك في اشارته يعني الى صحه الرئيس انه لا يقوى على القيام لا يقوى على الحديث لا يقوى فكيف أعتقد, للرئيس أعتقد, أعتقد من هذا الحديث يعني لا. كيف له ان هذا لازم نربطوه باحاديث لضباط سامين في المؤسسه العسكريه وشخصيات سياسيه وبرئيس البرلمان السابق لا. الذين لديهم معلومات دقيقه حول صحه الرئيس وحول التلاعب الذي يمارسه اصحاب الرئيس او الانتراج تاع الرئيس نعم. ما كما يوصفون عصابه الرئاسه الذين يريدون فرض العهده الرابعه، انا اعتقد ان الجنرال عنده معلومات دقيقه حول صحه الرئيس وربما هو يؤكد يؤكد كما قلت كل التحليلات كل المعلومات التي جاءت من قبل حول هذا الوضع المزري اللي تعيشه نعم. البلاد وهو يقول كذلك يعني الجنرال بن حديد يقول ان بوتفليقه إيه اوتاج دو سون تواج هو رهين لمحيطه وما تردد كذلك في الاونه الاخيره في الاعلام الجزائري اريد ان ننتقل الان الى اضراب عمال التربيه في اسبوعه الثالث الان باب احمد وهو وزير التربيه والتعليم يقول بان اطراف خفيه تحاول تسييس اضراب المعلمين يعني غردايا احداث غرداية في المدة الاخيرة قالوا بانها سياسية الان اضراب العمال اضراب موظفي العمال والتربية مسيس اشكارة الحليب في الجزائر اصبحت مسيسة ما حقيقة يعني هذا تسييس كل, أمو، كل امور كل احتجاج ربما اجتماعي نعم. وكانه لديه اغراض سياسية هذا هو يعني الملجأ الوحيد ل حكومة فاشلة منظومة فاشلة دائما نستمع إلى أو نسمع بمصطلحات أيدي خارجية و مياه نعم. مؤامرات ومؤامرات قطاع التربية قطاع تعفن والذي عفنه سياسات صار لها 20 سنة المسؤولون عليها موجودون ورام أحياء كانوا وزراء تربية خلال هذه الفترة رؤساء الحكومات موجودون وعلى البرلمان ان 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 ان, أن يتقدم بطلب صريح للتحقيق حول وضعيه قطاع التربيه الان سلال يذهب لنجدة الوزير ويغدق يغدق الاموال كما هي في كل القطاعات عباره عن شراء سلم اجتماعي قطاعي في مواجهة الفشل أنا كلمة فقط أعود إلى الرسالة التي بعث بها أو تنسب للرئيس بوتفليقة وتناول الإعلام العمومي لها لا تنسى انه بكل شجاعه صحيفه مثل النصر والشعب والمجاهد والتلفزيون العمومي ايضا فجاه عرفوا انه في صراع في المؤسسه وبكل وقاحه ياتون بتلك الجمل لا يحق لاحد مهما علت مسؤوليته ان يتعرض لمؤسسه الجيش والبريزنتر هذاك المقدم التلفزيون الجزائري بكل فخر واعتزاز يقرا في هذه الرساله الخايبه هذه الرسالة التي تتحدث في وقت فاجعة وقت حزن عن صراعات وعن الدفاع عن المؤسسات تاع الجيش خطاب أركيكي وأنا أقول أن هذه المؤسسة مؤسسة العمومية هي ملك للشعب هي أيضا رهينة في يد نفس المجموعة وعلى الصحفيين الشرفاء في هذه المؤسسات أن ينفضوا على ظهورهم غبار الذل لأن التغيير حاصل نعم. وسيحاسبهم الشعب الجزائري على هذا التواطؤ مع هذه العصابة التي هي رهينة ترهن نعم. الرئيس وترهن الجزائر وترهن هذه المؤسسات العمومية يعني لم لم يتطرقوا لكن عودتنا يعني الإعلام العمومي وبعض القطاع يعني الموالي له كذلك لا يحدثون عن خبر ولكن عن ردة الفعل تجاه هذا الخبر عندما يكون هناك أمر من 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 من, من, من الرئاسة من أو, الفوق. من الحكومة نعم. أو من الحكومة نعم أنتقل الآن إلى تونس هذه المرة مع زميلي غفران حسيني لي لموافاتنا بتقرير حول اهم العناوين الصحفيه في تونس تفضل زميلي حسيني اهلا زميل وبكل مشاهدي قناه المغاربيه الصحف الصادره اليوم في تونس يوم الاربعاء الثاني عشر من فيفري 14 و ركزت تقريبا في مواضيع الشان السياسي الوطني وخاصه الموضوع المجلس الوطني التاسيسي الذي انعقد يوم امس وما وضعه من مشاريع قوانين ستعرض على الجلسه العامه الصحافه تطرقت لهذا الموضوع حيث تناولت دور المجلس الوطني التاسيسي بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ مؤكده انه يوجد اجماع حول التوافق الوطني مع الاختلاف في الاولويات في برنامج عمل المجلس. الشروق استعرضت اهم الملفات الحارقه امام الحكومه الجديده ملاحظه ان مهمه هذه الحكومه ليست سالكه او سهله ولكن بامكانها ان تتخطى الصعوبات وان تعلن عن خطتها الاعلاميه من اجل تمكين الراي العام من المعلومة الصباح اثارت موضوع السياسه الخارجيه لتونس تحت عنوان السياسه والدبلوماسيه ومحاربه الارهاب في تونس خطوه الى الامام وخطوتان الى الوراء في حين دعت الصباح حكومه السيد مهدي جمعه وفريقه الى ان لا يغتروا بكل انواع الاطراء والثناء وان تتسع صدورهم ويستعدوا للمساءله والمكاشفه ايضا القانون الانتخابي استاثر باهتمام الصحافه الوطنيه بقراءات وتح حالي حيث كتبت المغرب في, الافتتاحية تحت عنوان الديمقراطية في خطر وحذاري من مشروع القانون الانتخابي محذرة من أن هذا القانون يخدم الأحزاب الكبيرة دون الأحزاب الصغيرة الصباح نشرت حوارا مع أمين عام حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي لم يستبعد فيه ترشحه للرئاسية مؤكدا أن حصر المشهد السياسي في بين حركة النهضة ونداء تونس يمثل خطرا على الديمقراطيه ايضا الموضوع المهم الاخر هو الحملات الانتخابيه السابقه لاوانها حيث استنكرت الصحافه اليوم ذات الكم الهائل من الاشارات السياسيه من مختلف المسؤولين والتي لا يستشف منها الا محاوله استغلال الدستور كدعايه وكماده اعلانيه في حملات انتخابيه سابقه لاوانها، في حين ابرزت صحيفه الصحوه التونسيه ان عمليه المصادقه على الدستور فتحت المجال للتسابق نحو الانتخابات. الصحف الناطقه بال الفرنسية اليوم صحيفة ليتون كتبت أنه لا الدستور الجديد لا لن يكتفي بملامسة المبادئ العامة للقانون ولكنه سيعمل على قلبها رأسا على عقب لكوتيديان تناولت موضوع الانتخابات القادمة تحت عنوان في اتجاه انتخابات الرئاسية بجولتين وأخيرا لابريس أشارت في صفحتها الأولى إلى أهم أولويات المطروحة على الحكومة الجديدة تحت عنوان الأوليات المستعجلة التي تغافل وطالت عنها الحكومة وخاصة منها العلاقات الخارجية وطالبت بمزيد تسليط الضوء على العلاقات الخارجية لتونس في هذه الفترة هذا تقريبا أهم ما برز في الصحافة التونسية الصادرة اليوم أشكرك زميلي غفران حسيني مراسل قناة المغاربية في تونس على هذه الإطلالة على عناوين الصحف الصادرة اليوم بتونس وإلى هنا نأتي إلى فقرة الكاريكاتير وهذه المختارات تابعوا معنا واول هو اول كاريكاتير هو ليوميه البلاد التي تترحم على ارواح كما قلت حكم الطائره العسكريه في ام البواقي ليبرتي نفس الشيء كذلك تناولت نفس الموضوع لو الناطقه بالفرنسيه كذلك تناولت الموضوع ذاته بينما الوطن كذلك تناولت الموضوع موضوع تحطم كما قلت انا موضوع تحطم الطائره احتل صداره كل الصحف الجزائريه اليوم بينما في صحيفه الفجر تناولت دعوه الابراهيمي وبن فليس وبن يلس وعلي يحيى الذين رافعوا من اجل عدم ترشح الرئيس بوتفليقه للرابعه وبصفحه الكاريكاتور ناتي الى نهايه هذه هذه القراءه في العناوين الصحفيه الجزائريه والمغربيه اليوم الى ان القاكم دمتم في رعايه وحفظه والى الملتقى